ايه رايك بقى في مجلس اتحاد الكره في ملف المدير الفني؟ بص، لما مشي كروش انا كنت مبسوط ان مشي كروش، بس طلعت غلطان واعترفت بهذا الخطا، لان حسيت ان كروش عمل من الفسيخ شربات في وقت قليل جدا. انا مش عاجبني كروش في حته، لكن طلع ان هو اصح مني. طريقه لعبه بيلعب بدفاع بطريقه فظيعه جدا، تمام، لكن لقيت ان هو في الوقت ده القصير ده، في المدة القصيرة دي، ان هو يحقق النتائج دي بالطريقة دي، ده نتيجة كبيرة قوي. تمام، لان فرق كبير قوي لما الفرقة لعبت معاه ولعبت مع إياب جلال. طب شايف قرار رحيل إياب جلال بعد مباراتين ايه؟ لا، هو اختيار إياب جلال. إياب جلال بص مدرب لا غبار عليه، وعمل مع المقاصة عمل جبارة، وعمل مع الإسماعيلي عمل جبارة، ومن احسن واكفأ المدربين الموجودين في مصر. بس هو لسه بدري عليه انه يمسك المنتخب القومي. يعني لو انت قلت لي البدري بالرغم ان هم مشوه، البدري يمسك المنتخب القومي، يعني من وجهه نظري قرار يكون افضل من اختيار إياب جلال. اللي مثلا له تقول لي حلمي طولان، اقول لك عنده خبره اكتر، هيفيد المنتخب القومي اكتر من إياب جلال. حسام حسن ويفيد المنتخب القومي اكتر من إياب جلال، لان احنا شفنا إياب جلال مع نوعيه معينه من الانديه عمل طفرات كبيره جدا، عمل نجاحات كبيره جدا، عمل كذا. هو محتاج لوقت اطول والخبره اطول عشان يمسك المنتخب الدولي. فحسيت بقى بعد كده، حسيت ايه؟ حسيت بقيمه كروش. لو كنت رئيسا لاتحاد الكره او عضوا بعد رحيل إياب جلال، كنت تقدم استقالتك ولا تكمل عادي في المجلس؟ هو اتحاد الكرة ناس كويسة بس مش متجانسة، يعني خدت بالك؟ هما مجوش يعني من حتة واحدة، يعني هما ما اجتمعوش مع بعض واتفقوا مع بعض وقالوا يلا احنا هننزل اتحاد الكرة واحنا فكرنا كذا وكذا. هما افكار مختلفة، هي دي المشكلة بتاعة اتحاد كرة القدم، إن هو غياب التجانس. غير كده بقى إن برضو أنا بشعر ببعض المجاملات. ليه؟ لأن في، بدون بقى دخول في تفاصيل، مش عايز أدخل في تفاصيل، لأن في حاجات باينة قوي قوي قوي، فهم اعتبارا للي ماسكها واعتبارا للي مش عارف. طب هي مجاملات لمين بالظبط؟ لأهلي، زمالك، لا أندية تانية، ولا مجاملات في التعيين؟ لا لا، أنا مش عايز برضو. بص، بند المجاملات ده في التعيينات، في التغييرات، هم في مجاملات. يعني انا كابتن عصام راجل محترم قوي، انا بحبه فوق دماغي، وهو كابتن عبد الفتاح مشغول بالاتحاد الافريقي، ومشغول 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 ومشغول، وفي اصوات كتيره جدا بتطالب بتغيير لجنه الحكام. لما بييجوا يختاروا مساعدين لجهاز فني، ده بيجيب واحد وده بيجيب واحد وده بيجيب واحد وده بيجيب واحد، الكلام ده ما ينفعش. زائد مثلا حكايه الجواب ومش الجواب واللي حصل ده طبعا موضوع خطير جدا، ما يتسكتش عليه. وانا مع الاهلي انه رفع قضيه، وانا مع الاهلي انه يجيب حقه، وانا ببسط جدا بان كل واحد يسعى لانه يجيب حقه. ونفس المبدا اللي الاهلي بيجري يجيب حقه هو المبدا اللي بيخليني كمواطن مصري بسعى ان انا اوضح حقائق عشان احنا ناخد حقنا. ده انا بوضح حقائق، انا ماليش منفعه وماليش مصلحه. يعني انا اللي بقوله ان اتحاد الكوره طالما في نوع من المجاملة، أو أن أنت تعمل حساب حد في عملك، وده خلي بالك ده اللي أدى أن أنا مشيت من نادي سموحة، أن أنا في الشغل ما أعرفش حد، يا أبيض يا أسود، يعني يا أبيض يا أسود، أنت قريبي، أنت حبيبي، أنت صاحبي، الصح إيه والشغل إيه والمصلحة إيه، غير كده أنا لما أشوفك أقول لك رأيي بمنتهى الصراحة. طب شايف المجلس الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام ناجح بنسبة كام في المية؟ هو لسه ما اختبرش بالقدر الكافي، يعني لسه ما اختبرش؟ وأحداث اللي مرت دي كلها مش عجباني. لو أنا كنت موجود كنت اتخذت قرارات أكثر صرامة. إيه هي القرارات؟ كتيرة بقى، ما احنا هنعيد تاني. يعني مثلا حكاية الحكام، يا أبيض يا أسود، عصام بيفوق دماغي وأنا جايب راجل كلاتنبرج، تمام. المدير الفني لاتحاد الكوره ما جابوش مدير فني لاتحاد الكوره، افعل ذلك. مثلا التحقيقات بتاعت الجواب، اعترف، اقول انا اللي قلت للراجل خبي الجواب واروح ماشي مستقيل. ما انت يعني هتقول لي المدير التنفيذي
خبى الجواب من نفسه وانت سايبه، ما هو يرفضه يا امشي. في مواجهه الموقف دي لا مش ناجحين، ما اعتبروش ناجحين. ما انا قلت لك اهو، يعني في جواب اهو، انت خدت بالك؟ في جواب اهو. يعني كابتن محمود الخطيب قال في التلفزيون، قال في المؤتمر الصحفي لما سالت الاستاذ جمال علام قال ايه؟ قال انا والكابتن هاني ابو ريده احنا الاثنين صح. ما ينفعش رايين ضد بعض، ما ينفعش، يا هو صح يا انا صح بس. فانا بقول لك الجواب يرفض الراجل اللي هو خباه، يعترف ان انا اللي قلت له خبيه، وبتناصر بالمسؤوليه وامشي.